في المسائية. الأسد للفصائل الفلسطينية وحماس: سوريا لن تتغير وستبقى داعمة للمقاومة. وخليل الحية لإسرائيل: لقاؤنا مع الرئيس الأسد في دمشق رد على كل مشاريعك، إنه تعزيز لمحور المقاومة. بوتين يتحدى ويفرض الأحكام العرفية في الدونباس، وكييف تحشد في محيط خيرسون. أي تصعيد للمواجهة بين روسيا والأطلسي. المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.